السيد المدير العام للتربية في محافظة بابل الأستاذ علي راجي المحترم، يقيم قسم الإعداد التدريب شعبة الأشغال اليدوية المعرض الفني الأول تحت عنوان أثر حسيني. هذا المعرض الأول اللي عندنا احنا. شعبة الأشغال اليدوية هي إحدى شعب قسم الإعداد التدريب، تعنى بتدريب المعلمين المدرسين الاختصاص تربية فنية حصرا. نقيم معارض سنوية لنتاجات الملاك، يعني المشرفين اللي يعملون بالدائرة. المعرض لإقامة شعبة الأشغال اليدوية المعرض الأول، وبمشاركة قسم المتحف شعبة الفن الحسيني التابع للعتبة الحسنية المقدسة. سبق وأن اشتركنا وياهم بمعرض تراتيل سجادية، لذلك سوينا لهم دعوة واشتغلوا ويانا هالمرة بهذا الدعوة. طبعا شعبة الأشغال اليدوية تشمل عدة ورش، الورش اللي موجودة هنا ورشة المعادن، ورشة طي الورق، ورشة الخياطة، ورشة السجاد، ورشة الجلود، الرسم، الخاط، النجارة، الخزف، مجموعة ورش. كل ورشة من ذني الورش بها فنانين اشتغلوا على الأعمال، العفو، اشتغلوا على المواضيع أو بنشتغل على المواضيع اللي يعني اللي بنعرضها. عنها العرض كان هذه السنة للقضية الحسينية. فنان علي عدنان باقر أحد مشاركي المعرض السنوي الأول لمديرية تربية بابل الذي كان عنوانه أثر حسيني لتجسيد واقع الضف كربلاء. قمت بمشاركة بثلاث جداريات، الجدارية الأولى تخص أبي الفضل العباس عليه السلام وبطولاته في هذه الواقعة، إضافة إلى صحن مكتوب فيه قرآن كريم وآية إنا أنزلناه وإنا له لحافظون، وأيضا جسدت فيها للسيدة زينب عليها السلام. احتاج الوقت في إنتاج هذه الأعمال ما يقارب إلى من 3 إلى 6 أشهر لإنتاج هذه الأعمال. طبيعة عمل الطين، احنا المفروض نكون أعمالنا في الشتاء وننتظر للجفاف الأطيان، وبعدها تدخل أفران، وبعدها تخرج من الأفران من فخر، وبعدها أيضا تدخل أفران مرة ثانية للزجاج. فالوقت يعني متقطع، وأيضا العمل فيه يكون ببطء، مو بإنتاجية قوية كلش يعني قليلة.